يسعد أوقاتكم متابعي روزنا، أنا محمد سليمان، رح كون معكم من مدينة عفرين بريف حلب الشمالي واستطلاع جديد لصدى الشارع. يسعد أوقاتكم متابعي راديو روزنا بكل مكان، رح كون معكم محمود أبو راس من ريف حما الشمالي باستطلاع جديد لصدى الشارع. طبعا أحدثوا تغيير وعملوا على إيجاد مفاهيم جديدة وأعمال جديدة ما كانت موجودة بالسابق. هلا بالنسبه للشاب السوري على مدى 7 سنوات ما احدث اي تغيير بالنسبه لسن الشباب، انتقل لانه من مرحله كبت الدوله وسياستها وهلا باحداث يعني صار في كبت فصائلي فما احدث اي تغيير. لا اخي الكريم، ما بظن انه الشباب حسن تغير شيء، لانه الشباب ما اشتغلت عن خطه اول شيء ولا اشتغلت عن وعي. في ظل الثوره حسن الشاب السوري يطور مهاراته وينجح يعني نجاحات ممتازه بالنسبة لفرص العمل. أحدثوا تغييرات، لو كانت تغييرات بسيطة بس يعتبر إنجاز كبير يعني بالنسبة للوضع والمرحلة اللي احنا مارين فيها. لا، لم يتمكن الشباب السوري من إحداث تغيير لأنه ما انعطوا المجال، ما انعطوا المكان المناسب يعني اللي يحسنوا يعملوا منه تغيير داخل البلاد.